رحيم خوتي المغاربة، درت هذا الفيديو باش نشكركم. معكم خوكم الجعيدي محمد المتقاعد، الجندي المتقاعد. كنشكركم خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، وخوتي الجنود رجال البحر رجال البر رجال الجو، وخوتي المجموعات الفيسبوكية ديال محبي جلالة الملك والأمير مولاي الحسن. الشكر خالص اللي دعمتوني ودعمت القضية ديالي، وكذلك نتقدم بالشكر للنيابة العامة للرئاسة النيابة العامة، ومن خلالها النيابة المختصة اللي حركت هذا الملف هذا تحرك الحمد لله، وهذا الشيء كيفرح. والقضية ديالي اخوتي المغاربة اللي عرفتوا اللي كنت تكلمت فيها هذيك المرة ديال واحد جوج عيالات ولاد عمي استولوا على واحد المبلغ ديال 36 مليار، وقسموا قسمته فوزية كما قلنا مع نزهة قسمته مع فوزية. فوزية كما قلت لكم اخوتي راجلها كما قلت لكم مقاول، يعني دار بي واحد المشروع، دار بي واحد المدرسة خصوصية في بوسكورة، يعني تتعطى بها المثل بالشساعة ديالها وبالبني ديالها والهندسة ديالها والاسطول الكبير ديال نقل التلاميذ، وكذلك واحد ستاسيون ديال البومبا ديسانس في الدروة، وعنده عمارات في النواحي ديال النواصر برشيد بوسكورة الى اخره. يعني دار لاباس بهذا المبلغ هذا، وكما قلت لكم اخوتي بانه مرت راجل نزهه زيكو السمسار، يعني كما قلت لكم اخوتي دار واحد لاميزون ديال رينج روفر، ودار واحد المحل ديال البيع قطار الغيار ديال السيارات الفارهه وكل شيء، ودار واحد حتى لافاج ديال الطوموبيلات، وحتى الريباراسيون دار واحد لاتولي ديال الريباراسيون ديال الطوموبيلات. يعني الناس تلونصاو قسم ديال 18 مليار قسموها بيناتهم. والغريب في الامر بان حتى التعويض الثاني خداوه في العفاد هذا العام هذا، يعني عفاد 2021 في الاوائل ديال 2021، واحد 8 مليار قسموها عاوتاني كذلك بجوج. ولهذا انا كنشكر الجمعيه اللي الحقوقيه اللي دعمتني واللي كتساندني وغتساندني وغتدعمني ملي غندرج الشكايه ديالي ديال هذا النصب ديال 36 مليار. ودابا اخوتي المغاربه الغريب في الامر ان هاد المافيا هاد العصابه هذه يعني ما قدتهاش هاد كما قلنا 36 مليار ولا هاد 8 مليار، يعني بقوه المال والنفوذ داو شي اراضي اخرى ما كايناش جد، حط فيها مرتك شجل حفظ مع الفلوس مع المال مع النفوذ وكركب. يعني الناس زادوا ماشي عم ماشي كاين عجب اخر وقضيه اخرى. يعني دابا الحمد لله مني علمت بان وصلني الخبر ان النيابه المختصه حركت الملف منين تبعت شكاية الفيديو ديالي، عطيتهم مراحل ديال الاستيلاء وعلى الاختلاس ديال هاد الاموال، مراحل دازو من هاد الاراضي وهذا. وكما قلت لكم اخوتي المغاربه قبل، يعني اللي بغى الاوراق الثبوتيه راه كاينه فوزه، كاينه عند الاملاك المخزينيه، كاينه في السي دي جي المدير العام ديال السي دي جي، كاينه عند الوسيط الممثل ديال الدوله، يعني ديال القياده الجامعه والحوزيه. يعني يا خوتي كاين الاوراق الثبوتية ديال هاد المافيا هادي وهاد العقارات اللي استولى عليها ودار عليها. ولهذا دابا انا الامنيه ديالي والرجاء ديالي في السلطات المختصه بان بخصوص بان النيابه المختصه تعمقت في البحث، بغيتهم يديروا الحجز كلي على كاع الممتلكات ديال فوزيه وديال نزهه وحتى الاصول ديالهم والفروع، لان الفلوس تشتات، يعني حتى الاصول والفروع حتى هما يديروا الحجز الكلي، وعلى رجالاتهم هذا المقاول والسمسار زيكون ديدرات، يعني السمسار حتى هو يديروا الحجز على الممتلكات ديالو، لان الدوله قاده باش دير باش ترجع الفلوس وهذا باش يديروا لنا هذا الاصلاح ديال هذا الخطا المادي، ويصلحوا هذه الايرات اللي حطت نزهه باش يدرجوا الايرات ديالنا حنايا وناخذوا حقنا في هذه التعويضين من الملك الخاص للدوله، اي زعما من الصندوق ديال الدوله، من البنك ديال الدوله ديال السي دي جي، يعني يدرجوا الايرات ديالنا باش ناخذوا 50% ويتصلح هذا الخطا المادي. لانه هاد الناس هاد فوزيه وهاد نزهه وهاد المقاول وهاد السمسار عندهم اموال كثيره مودعه في البنك، خص يتم الحجز على هاد الاموال كامله، ويتم الحجز على المداخيل ديال كاع ديال اي حاجه اي مشروع داروه يتم الحجز على المدخول تاهو ما يتصرفوش فيه حتى يتصلح لينا باش رجعنا حقنا. وحنا الحمد لله في ظل ديال دوله القانون الحق القانون، هذا رجائي من النيابه المختصه باش تزيد تعمق البحث
ودير الحجز الكلي على المال وعلى الممتلكات والعقارات، لان كاين المحافظ العام ديال هذا راه تما، راه كلشي عنده، راه يحجز كاع الممتلكات اللي عند اللي في سميت نزهه واللي في سميت فوزيه واللي في سميت الأوس الفروع وفي الأوس كلشي، يعني كلشي حتى الرجال كلشي يتساعد. هذا من جهه، من جهه اخرى واحد الاخ ديالي كيخرج بعض المرات بشي تصريحات، يلاه زارني مؤخرا قال لي يا ودي يعني هاد الايام، هاد شي 3 ايام دابا هادي ولا 4 ايام باش زارني الحانوت عندي وهضرنا في هاد الشيء هذا. وقلت له شوف اخويا، الا عندك شي دليل على شي واحد باع شي حاجه، انا كنتفق معاه في نقطه، كنتفق معاه بانه كيقول هو سواء في التسجيلات معكم انتم مع صوت العداله ولا في التسجيلات مع قنوات اخرى، يعني كيقول لهم انا ما تنقولش ولاد عمي تا هما داو، انا كنتفق مع ولاد عمي داو رزقنا ايه حقيقه وبالاوراق وبالحجوج وبالدلائل. ولكن قلت له اخويا باش تقول لي هذا الدا ولا هذه الدات ولا هذا باع اعطيني الدليل. قلت له انا ما كنحميش شي واحد ولا كنحمي شي وحده ولا كنحمي شي جوج ولا شي هذا، انا اللي فرط يكرط، اللي دار شي العقد الدر خصو يستاهل العقوبه، يعني بحد الحمد لله النيابه المختصه خدامه كتكفي البحث ديالها المعمق، يعني اللي فرط يكرط، راه ما كاينش هذا اللي ما يعقلش على ماشي خو هذا او اخت اللي يديه هو يستافد هو ما يخلي خوته ما يديهوش، انا ما كنحميش حتى شي واحد، انا تنقولها وكنقولها وكنعاود نقولها، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، بهذا كيمثل عندنا الفقر ولا هذا كيدير ولا هو اشاعات وهذا هضره خاويه ما عندنا ما نديرو بها. وكما قلت لك، قلت لي اعطيني الدليل ودعيني. ودابا غنزيد واحد النقطه، ما خلانيش معاك، مزروب وانا اصلا كنت مزروب كنصلح الحانوت ديالي وهذا، غنقول لي شوف اخويا راه قلتها لك ذاك النهار، قلت لك انا في شهر 3 نهار داكشي متورح عندي، نهار 31 في شهر 3 درت زياره لزي كونديترات السمسار للمنار، بغيت نقتصر الطريق، يعني قلت انا الدم مع كيكون كيما بغا يكون ولاد العم، حنا ولاد العم، وكنت صادق معاه ومشيت لدرويش يعني انسان مسالم، وقلت له شوف اولاد عمي هاي يدي في يديك يعني ونصلحوا الخطا وهذا وناخذ حقنا، ويا دار ما دخلك شر وكف الله وشر المؤمنين شر القتال. قال لي يا راه قلت انا كنقول لك اخويا عبد الهادي اخويا كنقول لك، راه قال لي انا في يدي نطول المسطره ونقصرها وابكى لي فيها هاتفيه، وقال لي ونغبر الملف، قال لي انا الملف نغبرو، عرفت شنو نغبرو؟ اي شرقوا اخويا بيدو يتاكد بان ندير بيش، يعني هاد السيد اللي عنده هاد القدره هادي، عنده هاد القدره باش مكالمه هاتفيه قال لي نطول المسطره ونقصرها ونغبر الملف، واش محتاج لك اخويا ولا محتاج لي انا باش غادي ارى لي اخويا؟ كتناشدهم اخويا انت في المنابر الاعلاميه كتقول لهم اعطوني الدليل، اكون عندهم الدليل اخويا والله لا انا مزيان لي يكون عندهم دليل يبينوا لنا الوضع الحرام هذو اللي كتقول انت، انا مزيان ليا، انا كنتسنى هذاك هاد الخرجه ديالهم يحطوا لنا شي دليل بان شي واحد باع وغدر وخال الخيانه خال الامانه ديال خوتو، انا فرحات عليا تبع الدليل، ولكن اخويا هاد الناس راه محتاجينش لا ليك لا ليا انايا، والله كان عندهم اخويا الدليل على شي واحد، والله لا راه كيما كيغبروا الوراق يغبروه حتى هو، وخصو يغبر هذا اللي دا، الا عندهم الدليل خصو يغبر، ان هاد السيد عنده قوه عنده نفوذ، والحمد لله انا الحمد لله انا فعلا داك الشيء الشكايه درتها في شهر 3 يعني بديت التسجيلات حتى شهر 9 لان حطيت بقيت ندير 1+1 انا كلامه هو وما تقتش بما خدتش على محمل الجد، ولكن ملي شفت الشكايه من 3 قلت صافي هذا راه وقيلا فعلا يدو طويله، ماشي يدو طويله ولكن التليفون ديالو طويل بالمال ديالو بالنفوذ ديالو. ونزيدك حاجه اخرى اخويا، انا كان باغي يجلسني مع المحافظ العام، قلت له لا راه خصك رونديفو، قال لي لا انا بقى بس نجلسك مع المحافظ العام، علاش غيجلسني اخويا؟ ذاك النهار اللي جلست معاه راه جلست معاه اخويا، راه قلت لك ذاك النهار جلست معاه في المنال حدا المنال، راه قول من شي 12 اخويا حتى 6 العشيه، راه ما صليت لا ظهر لا عصر معاه، بقيت عاد جالس معاه كنساوي كنبغي نرجعو ديما نصلحو الخطا، هو كيتفرع عليا وكيتعظم عليا وكيبين لي ما كاين والو، وغيجلسني مع المحافظ العام علاش؟ باش يقول لي المحافظ العام راه ما عندكم والو، علاش انا نجلس انا مع المحافظ العام اللي غيقول لي غنمشي عنده ونجلس معاه زعما غنثق به؟ وهذه نقطة أخرى غادي أخوتي المغاربة مازال غنطرق ليها ديال المحافظ، هاد السيد مجبدي شي مؤسم خطر، يعني كنت غندير يعني الحمد لله تحركت دابا اللهم لك الحمد تحرك المسطرة تحركت، ما كنت غنطلع عندي شكاية ونحط كاع الأقوال ديالي وندير داك السجل الفيديو اللي عندي وندير الشكاية اللي عندي ونجي نرجع يعني زين، حيت هاد السيد عارفه طويل يدو طويل، ولكن الحمد لله لا الحمد لله سيدنا حاط رجال على مؤسسات، وانا مع هذا المنبر كنشكر رئاسه النيابه العامه وكنشكر النيابه المختصه، لان راه بهذا التحقيق ديال بصح النيت الحمد لله رب العالمين، ولهذا انا كنشكرهم من هذا المنبر هذا وما حوجونيش لهذا الطريق اللي بينوا لي الحمد لله، هذاك السيد يعني
كما تنقولوا لك انا واحد فاسد في مؤسسه راه كيخسر العمل ديال الفريق على قدو، ولا يكون الراس والساس كلشي مزيان، راه واحد بلا كان في السوسه راه كيسوس كلشي، المؤسسه كلها يخسر العمل ديالها. ولهذا الحمد لله دابا الصوت ديالنا وصل الحمد لله لجهه مسؤوله، وما بقيناش محتاجين حتى شي حاجه الحمد لله رب العالمين. ودابا حنا كنتسناو، ونزيدك اخويا عبد الهادي، اخويا نقول واحد القضيه، انا فعلا كنت مد لهم يدي الصلح، ومؤخرا بديت لهم يدي الصلح، وكنت صادق معاهم وكنت ضامن لهم الورثه باش ما يا دار ما دخلك شر، ما حد نربح حتى شي، انا تصلحونا عطونا حقنا، ما كنطلبوش شي حاجه فوق حقنا، بغينا حقنا 50% ديالنا اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، ربي اللي عطانا الورث قسمه ربي، هو الحاجه الوحيده اللي تقسمت الا الارث. ما تصلا نزلت ما عرفكاش انا ربي شحال تصلي ولا شحال دير، جاب بالوحي بالحديث، اما القران نزل انا بغيت حقي ديال الورث. وخوتي المغاربه مازال غادي نديروا تشجير اخر على هاد كما قلت لكم، غادي جلسني مع المحافظ العام، حيت المحافظ العام حتى هو راه سنا على واحد الارض باش نسجلوها ونحفظوها ونتعتقوا بها، وطلبنا شي وريقات وعطاه خوتي ديك الوريقات، وشويه تحولت القضيه عند المحافظ ديال ازمور حتى هو طلب شي وريقات وحضرنا له ديك الوريقات. كنت انا حاضر يعني، انا مع هذا مع خوتي اخرين حاضرين تتاخد الوريقات على يد المحامي وكل شيء. ودابا خرجنا بواحد التخرجه اخرى ضربنا في الجد كاع، المهم خروقات وتعسفات، وحنا ان شاء الله مازال نطرقوا لها ان شاء الله في فيديو، غندير معها هما نشوف معهم المحكمه الاداريه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتحيا الدوله العلويه الشريفه، وتحيا المملكه المغربيه، وشعارنا خالد الله الوطن الملك، والله يحفظ سيدي، والله يطول في عمر سيدي، والسلام عليكم اخوتي المغاربه.